بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة فيديو مختلف شوية، الوقت فيديو مختلف. اليابان لما قابلتهم ناس عندهم ناس مش متعلمين خالص، فأبدعوا في طريقة لجدول الضرب. إبداع، قمة الإبداع. يعني نيجي نشوف عملوا إيه. لو واحد مش متعلم خالص في اليابان عملوا له إيه؟ ما تيجي تضرب ال 12 ضرب 15، قالك دي واحد اتنين وده واحد خمسة. الواحد ده نعمل له خط كده، والاتنين يعني نعمل له خطين، والواحد التاني دي اللي بتضرب فيه يبقى واحد خط واحد بهذا الشكل، والخمسة يعني خمس خطوط. وده واحد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس خطوط. هنحسب دولت، نعد النقط دي نقط التقاطع مع بعض، ودول كده مع بعض. طيب نعد دول كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، كده عشرة. خلي بالك كده عشرة. نعد التانيين دول، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، دول كده سبعة بالعربي حتى علشان تعرف. طيب في نقطة تانية لوحدها، يبقى دي واحد. قال لك ايه؟ هناخد الصفر والواحد دي يترحل على الرقم اللي بعده، يبقى صفر واحد وسبعة يبقى تمانية، والواحد ينزل يبقى فعلا بمية وتمانين. لو عايز تتأكد أكد كده بالآلة الحاسبة هتلاقيها طلعت كده. طيب مثال تاني عشان نفهم الموضوع ده، عاوزين نضرب 23 في 15. طيب 23 يعني خطين، هذا خط وهنا ثلاث خطوط، واحد اتنين تلاتة. 15 خط كده وخمس خطوط جنب بعض، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. تعال نعد النقط دي، نعد النقط دي، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر، يبقى هنا خمستاشر. طيب نعد النقط دي مع بعض، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر، 13 يبقى هنا 13. ونعد دولت مع بعض نقطتين. طيب احنا قلنا هناخد الخمسه، يبقى الخمسه تنزل والواحد يطرح، يبقى بقى 14. الواحد يجي على 13 بقى ده 14. ناخد الاربعه والواحد يطرح على الاثنين يبقى 3، يعني الناتج يبقى 5 4 3 345. فعلا لو ضربتها بآلة حاسبة حتى يبقى تتأكد ان هي فعلا 345. طيب ناخد مثال تاني نشوف هما فكروا وابدعوا في ايه. لو شخص مش متعلم خالص، مش متعلم خالص، وعاوز يعمل ويضرب عملية حسابية جدول الضرب من غير آلة حاسبة ومن غير التكنولوجيا ولا تابلت ولا مش تابلت، تعال نشوف 2 24 مثلا ضرب 18. 24 ضرب 18. طيب هنا 24 يعني الاثنين، بناخد اثنين نعمل خطين، ادي خطين جنب بعض والاربعه موازيين له، واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب ناخد الرقم الثاني نعمل خط وتمانية موازيين له، تمن خطوط، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، نكملهم، نكمل الخطوط السمرة دي، نعدهم الأحمر كده، تمانية اتنين أربعة ستة تمانية، مظبوط. ناخد دول كده مع بعض
نعد النقط دي هنلاقيهم 32 نقطة تقاطع. ناخد دول كده مع بعض هنلاقيهم كام؟ دول كده 2 8 16 ودولت 4 هنلتقيهم 20 ودولت نقطتين لوحده. طب نعمل ايه؟ هننزل بالاثنين والثلاثة تترحل يبقى 23، ننزل بالثلاثة والاثنين تترحل يبقى 4، فعلا يبقى 432. عاوز تتأكد بالآلة الحاسبة؟ تأكد بالآلة الحاسبة هتلاقيها مظبوطة 100%. طيب ناخد مثال كمان. أي رقمين، أي رقمين يخطروا في بالك؟ أي رقمين مثلا عايزين نصعبها شوية، يعني مثلا 26 رقم كبير، 26 في 51، 26 الاثنين هنعمل خطين هما 6، نعمل 6 خطوط موازية، 6 خطوط موازية 1 2 3 4 5 6. طيب هنا 5 و1 هنعمل 5 خطوط، ادي 1 2 3 4 5 ونعمل خط لوحده بعيد شوية عشان ننطش، عشان ننطش. نيجي ناخد الزاوية دي لوحدها ودول كده مع بعض وده لوحده. طيب نعد دول هتلاقي ده اول 1 2 3 4 5 6 دول 6. طيب لو جينا نعد دول هنلاقي دولت 2 ودولت 30 يبقى الاجمالي بتاعهم 32 نقطة تقاطع، 32 نقطة تقاطع. طيب نيجي نعد دول 2 4 6 8 10 هنلاقي دول 10. طيب هنحلها ازاي دي؟ الستة تنزل ناخد الاتنين ونرحل التلاتة على العشرة تبقى 13. يبقى فعلا خارج الضرب، حاصل الضرب بتاع 26 ضرب 51 هنلتقاهم 1326. ياريت تجرب كده وتشوف الطريقة اللي عاملينها للناس اللي مش متعلمة اصلا عشان مش عارفين يحفظوا او ما حفظوش جدول الضرب. شوف الطريقة الابتكارية اللي اليابان بتتعامل بيها. لو شفت القناة اشترك بيها واعمل لايك وشير، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.